بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اليهود اتبعوا الشياطين وأخذوا السحر عن الشياطين. الله تبارك وتعالى قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحرة ما يضرون أحد إلا بإذن الله، لحكمة عنده يعلمها سبحانه وتعالى. قال سفيان الثوري رحمه الله: إلا بقضاء الله. إلا بإذن الله أي إلا بقضاء الله. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. وقال الحسن البصري رحمه الله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال: نعم، من شاء الله سلطهم عليه، ومن لم يشأ الله لم يسلط، ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله. كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وفي رواية عن الحسن رحمه الله أنه قال: لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه. وقوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في دينهم وليس له نفع يوازي ضرره. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والسدي رحمهم الله: من نصيب، من خلاق أي من نصيب، ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة رحمهم الله: ما له في الآخرة من جهة عند الله. وقال الحسن: ليس له دين، لأن السحر كفر ونعوذ بالله. وقال سعد عن قتادة رحمه الله: ما له في الآخرة من خلاق. قال: ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يقول تعالى: ولبئس
البديل ما استبدلوا به من السحر عوضًا عن الإيمان ومتابعة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولو كان لهم علم بما وعظوا به، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله عليهم الصلاة والسلام واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرًا لهم بما استخاروا لأنفسهم ورضوا به، كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد يستدل بقوله: ولو أنهم آمنوا واتقوا، من ذهب إلى تكفير الساحر، كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقول طائفة من السلف رحمهم الله، يعني أن الساحر يكفر والعياذ بالله، لأن السحر من عمل الشيطان. وقيل: بل لا يكفر، ولكن حده ضرب عنقه، لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة بن عبدة يقول: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وقد أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه أيضا. وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أذنوا في قتل الساحر. وروى الترمذي رحمه الله من حديث إسماعيل ابن مسلم عن الحسن عن جندب الأزدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. ثم قال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث، والصحيح عن الحسن عن جندب رضي الله عنه موقوفًا. قلت: قد رواه الطبراني رحمه الله من وجه آخر عن الحسن عن جندب رضي الله عنه مرفوعًا، والله أعلم. وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه، فقال الناس: سبحان الله، يحيي الموتى وهو ساحر ما يقدر على شيء، ولكن يسحر أعين الناس. ورآه رجل من صالحي المهاجرين رضي الله عنهم، فلما كان الغد جاء مشتملًا على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر، وقال: إن كان صادقًا فليحيي نفسه. وتلا قوله تعالى: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه، والله أعلم. وقال أبو بكر الخلال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهم الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال: كان عند بعض الأمراء رجل يلعب، فجاء جندب مشتملًا على سيفه فقتله، فقال: أراه كان ساحرًا. وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحفصة أم المؤمنين على سحرًا يكون شركًا، والله أعلم. على كل حال، السحرة يعبدون الشيطان،
ويذبحون للكواكب والنجوم، يعبدون الكواكب، فالساحر لا ينجو من الشرك والعياذ بالله. فصل. حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره رحمه الله عن المعتزلة، المعتزلة طائفة ضالة، أنهم أنكروا وجود السحر، هم ضالون أنكروا وجود السحر. قال: وربما كفروا من اعتقد وجوده. قال: وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حماراً والحمار إنساناً، إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى وتلك الكلمات المعينة، يعني الله هو الذي قدر ذلك، فتنة واختبار. فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا، الفلك والنجوم لا تأثير لها، وإنما الله يخلق ذلك ابتلاءً واختبارًا، خلافًا للفلاسفة والمنجمين والصابئة. الفلاسفة كفار مثل أرسطو، طاليس، هو كافر، فالفلاسفة يعملون بالسحر ويحتجون به، وهذا كفر. والمنجمين، المنجم الذي يعتقد أن النجوم لها تأثير، هذا أيضاً كفر. والصابئة جنس من الناس يتعاطون السحر، وهذا كفر. ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن الأخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، وأن السحر عمل فيه، سحره رجل يهودي، قدر الله ذلك، ولكن السحر لم يؤثر في أمر النبوة، إنما كان يرى أنه يأتي أهله ولا يفعل ذلك. ثم أن الله سبحانه وتعالى أنزل ملائكة فرقه الرسول عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين فشفاه الله والحمد لله. يقول الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن الأخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، وأن السحر عمل فيه، وبقصة تلك المرأة مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل بلد بالعراق وتعلمها السحر. قال: وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثيرة. ثم قال بعد هذا: المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور، ولكن هذا القول ليس بصحيح، السحر كفر لا يجوز تعلمه. والرازي يقول بأن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور، ولكن قوله غير صحيح. اتفق المحققون على ذلك، لأن العلم لذاته شريف، علم السحر كفر. وأيضا لعموم قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة، والعلم بكون المعجزة معجزا واجب، وما يتوقف على الواجب عليه فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا، وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا. هذا كلام الرازي غير صحيح، هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الكلام فيه نظر من وجوه، أحدها قوله العلم بالسحر ليس بقبيح، إن عنا به ليس بقبيح عقلا فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا، وإن عنا أنه ليس بقبيح شرعا
ففي هذه الآية الكريمة تبشيع تقبيح لتعلم السحر. وفي الصحيح: من أتى عرافاً أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. العراف والذي يدعي أنه يعلم الأشياء الضائعة والأشياء المسروقة، يدعي أنه يعلم ذلك، والكاهن الذي يدعي علم الغيب. من أتى عرافاً أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أنزل أنه لا يعلم الغيب إلا الله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالساحر والكاهن يزعم أنه يعلم الغيب، وهذا كفر بالقرآن. وفي السنن: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر. وقوله، أي قول الرازي، ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك. كيف لا يكون محظورا؟ يعني كلام الرازي باطل، كيف لا يكون محظورا مع ما ذكرناه من الآية والحديث؟ واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم. وأين نصوصهم على ذلك؟ أين المحققون الذين قالوا أن السحر ليس تعلم ليس بحرام؟ هذا كذب وباطل. ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فيه نظر، السحر كفر فليس داخل في العلم المذكور في الآية، لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعي. ولما قلت إن هذا منه، ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به، ضعيف، أي هذا قول ضعيف بل فاسد، لأن معظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلاً. ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله وأئمة المسلمين رحمهم الله وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره، ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه، والله أعلم. فتبين أن كلام الرازي كلام باطل. ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية: الأول سحر الكلدانيين، جنس من الناس، والكشدانيين جنس آخر، الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة، وهي السيارة التي تسير في أفلاكها، وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم، يعني يدعون أن الكواكب تدبر العالم، وهذا كفر، الله عز وجل هو الذي يدبر الكون، ويزعمون أنها تأتي بالخير والشر، وهذا كفر، الذي يعتقد أن الكواكب تأتي بالخير والشر. وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مبطلاً لمقالتهم وراداً لمذهبهم. وقد استقصى في كتاب السر المكتوب من مخاطبة الشمس والنجوم، الرازي له كتاب في السحر نسأل الله العافية، وقد استقصى في كتاب السر المكتوب في مخاطبة الشمس والنجوم المنسوب إليه فيما ذكره القاضي ابن خلكان وغيره، ويقال إنه تاب منه، وقيل إنه صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد، وهذا هو المظنون به، إلا أنه ذكر فيه طرائقهم في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة، وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه وما يتنسكون به، سحرة والعياذ بالله. فالرازي ألف كتاب في السحر نعوذ بالله. والنجوم
لا تأثير لها في شيء. خلق الله النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها المسافرون في أسفارهم ويعرفون الجهات التي يريدون. والنوع الثاني يقول الرازي سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية. ثم استدل على أن الوهم له تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض، ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدوداً على نهر أو نحوه. قال: وكما أجمعت الأطباء على نهي المرعوف، يعني الذي يخرج الدم من أنفه، على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر، والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران، وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة للأوهام. قال: وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق. العين حق، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ذلك. قال: وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق، وله أن يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. والمسلم يقرأ المعوذتين وآية الكرسي والله يحفظه، خير حافظ سبحانه وتعالى. قال: فإذا عرفت هذا فنقول أن النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدا، فتستغني في هذه الأفاعيل عن الاستعانة بالآلات والأدوات، وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات. وتحقيق أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات، صارت كأنها روح من الأرواح السماوية، فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم. وإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية، فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا في هذا البدن. ثم أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء والانقطاع عن الناس والرياء. على كل حال، كل شيء بقدر الله، الإنسان لا يقدر على شيء إلا بإذن الله، الابتلاء واختبار. قلت: وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال، وهو على قسمين: تارة يكون حالاً صحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة، ولا يسمى هذا سحرًا في الشرع، بل عبد المؤمن يدعو الله ويعطيه الله عز وجل. وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتصرف بها في ذلك، فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة، ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبته لهم، بل يكون اختبار وابتلاء. كما أن الدجال لعنه الله له من الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، مع أنه مذموم شرعًا لعنه الله. وكذلك من شابهه من مخالف الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وبسط هذا يطول جدًا وليس هذا موضعه. قال: النوع الثالث من السحر الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن، خلافًا للفلاسفة والمعتزلة، وهم على قسمين: أن السحرة الذين يستعينون بالجن مؤمنون وكفار وهم الشياطين. قال: واتصال النفوس
الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينهما من المناسبة والقرب. ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية بالجن يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدخن الدخان والتجريد، وهذا النوع يسمى بالعزائم وعمل التسخير. فالاستعانة بالجن في عمل السحر هذا كفر والعياذ بالله. النوع الرابع من السحر التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة، ومبناه على أن البصر قد يخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره. ألا ترى أن المشعبذ الدجال الحاذق يظهر عمل شيء يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه، حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق النظر ونحوه عمل شيئا آخر عملا بسرعة شديدة، وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه فيتعجبون منه جدا. ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله، ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه، لفطن الناظرون إلاكن لكل ما يفعله. قال: وكلما كانت الأحوال التي تفيد حسن البصر نوع من أنواع الخلل أشد كان العمل أحسن، مثل أن يجلس المشعبذ الدجال في موضع مضيء جدا أو مظلم، فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها بكلالها أي ضعفها. والحالة هذه فالسحر كفر وتصديقه كفر والذهاب إليهم كفر نعوذ بالله. قلت: وقد قال بعض المفسرين إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة. ولهذا قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، قالوا: ولم تكن تسعى في نفس الأمر. والله أعلم. النوع الخامس من السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية، كفارس على فرس في يده بوق وهو الذي يخرج منه صوت، كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد. ومنها الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان، حتى يصورونها ضاحكة وباكية. والسحر والتصاوير محرمة، إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل. قال: وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. قلت: يعني ما قاله بعض المفسرين إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زئبقا، الزئبق هو مادة من المواد، وضعوا في الحبل ووضعوا في العصا هذه المادة، فصارت تتلوى أي تتحرك بسبب ما فيها من ذلك الزئبق، فيخيلوا إلى الرأي أنها تسعى باختيارها. قال الرازي: ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات، ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة. هذه صناعات هذه. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار، كقضية قمامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنديل النور بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم. وأما الخواص فهم يعترفون بذلك، ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم على الباطل.
فيرون ذلك سائغا لهم، وفيه شبه للجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية. الكرامية طائفة ضالة أيضا، الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، أن يكذبون على الرسول ويقولون نحن نرغب الناس في العمل، في الأعمال الطيبة، فيدخلون في عدد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام من الكبائر المهلكة، وسبب للضلال والعياذ بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عني ولا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار، أي يدخل النار، اللهم أجرنا من النار. ثم ذكر هاهنا حكاية عن بعض الرهبان عباد النصارى، وهو أنه سمع صوت طائر حزين، سمع صوت طائر حزين، حزين الصوت ضعيف الحركة، فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وكره، أي في مكان هذا الطائر الضعيف، فتذهب فتلقي في وكره من ثمر الزيتون لتبلغ ليتبلغ به. فعمد هذا الراهب إلى صنعة الطائر على شكله، وتوصل إلى أن جعله أجوف، له جوف، فإذا دخلته الريح يسمع له صوت كصوت ذلك الطائر. وانقطع في صومعة ابتناها وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم، أعوذ بالله، وعلق ذلك الطائر في مكان منها، فإذا كان زمان الزيتون فتح باباً من ناحية فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها كذلك الطائر في شكله أيضاً، فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئاً كثيراً، فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه، ففتنهم بذلك وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. هكذا الدجالون يضحكون على الناس ويوقعون الناس في الشرك، نعوذ بالله. قال الرازي: النوع السادس من السحر الاستعانة بخواص الأدوية، يعني في الأطعمة والدهانات. قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص، فإن أثر المغناطيس مشاهد. قلت: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص، مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات. سحرة يزعمون أنهم يدخلون في النار ولا تضرهم، وأنه يمسك الحيات ولا تلدغه، وهذا نوع من الدجل. قال: النوع السابع من السحر تعليق القلب، وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور، فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك، وحصل في نفسه نوع من الرهب والمخافة، فإذا حصل الخوف ضعفت القوة الحساسة، فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء، نعوذ بالله من الدجالين. قلت: هذا النمط يقال له التنبلة، وإنما يروج على الضعفاء العقول من بني آدم، وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه، فإذا كان المتنبل يعني هذا الدجال حاذقاً في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره، نعوذ بالله. قال: النوع الثامن من السحر السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة، وذلك شائع في الناس. قلت: النميمة على قسمين،
تارة تكون على وجه التحريش يعني الفتنة بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين، فهذا حرام متفق عليه. السعي بالنميمة تنقل كلام فلان إلى فلان وتشعل نار الفتنة، هذا النمام يعذب في قبره إذا مات بدون توبة، نسأل الله السلام. فأما إذا كانت على وجه الإصلاح بين الناس وأتلاف كلمة المسلمين كما جاء في الحديث: ليس بالكذاب من ينم خيرا، أي يذكر خيرا، أو يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة، فهذا أمر مطلوب، ولكن لا يكون بطريقة غير شرعية، فليكون بالجهاد في سبيل الله كما جاء في الحديث: الحرب خدعة، يعني في الجهاد يجوز للمسلم أن يخدع الكافر في الجهاد في سبيل الله، وكما فعل نعيم ابن مسعود في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظة. الأحزاب جموع أهل الباطل، وقريظة طائفة من اليهود، كما فعل نعيم ابن مسعود في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظة، وجاء إلى هؤلاء فنما إليهم عن هؤلاء، يحذو على مثل هذا الذكاء، وجاء إلى هؤلاء فنما إليهم عن هؤلاء كلاما، ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئا آخر، ثم لأم بين ذلك فتناكرت النفوس وافترقت. وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء والبصيرة النافذة. ثم قال الرازي: فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه. قلت: وإنما أدخل كثيراً من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها، لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه، ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا. إذا كان البيان في الدعوة إلى الحق فهذا محمود، وأما إذا كان للدعوة في الباطل هذا حرام. وسمى السحور، وسمي السحور لكونه يقع خفيا آخر الليل. السحور هو أكل الطعام في آخر الليل لمن يريد الصيام، سمي السحر لكونه وقت خفي. والسحر الرئة، كذلك الرئة تسمى سحر، وهو محل الغذاء، وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه، كما قال أبو جهل قاتله الله يوم بدر لعتبة: انتفخ سحرك، أي انتفخت رئته من الخوف. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، يعني كان متكئاً على صدرها، السحرنا الرئة، كان متكئاً على صدرها وتوفي صلى الله عليه وسلم. وقال: سحروا أعين الناس، أي أخفوا عنهم عملهم، والله أعلم. فصل: وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى ابن هبيرة ابن محمد ابن هبيرة في كتابه الإشراف على مذاهب الأشراف بابًا في السحر، فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة، يعني إلا يعني بإذن الله ابتلاءً واختبارًا، إلا أبا حنيفة، يعني لم يقل بأن له حقيقة، فإنه قال: لا حقيقة له عنده. واختلفوا في من يتعلم السحر ويستعمله، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله: يكفر بذلك، إذا تعلم السحر يكفر والعياذ بالله. ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر، لا يجوز تعلم السحر،
ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر، وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر، فالشياطين ما تقدر على شيء. وقال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب للكواكب السبع وأنها تفعل ما يلتمس منها وهو كافر، لأن الكواكب لا تأثير لها، الأمر كله لله عز وجل. وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته وهو كافر. قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد رحمهم الله: نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله: لا، فأما إن قتل بسحره إنسانًا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين، وإذا قتل فإنه يقتل حدًا عندهم، إلا الشافعي رحمه الله فإنه قال يقتل، والحالة هذه قصاصًا. قال: وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله في المشهور عنهما: لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد رحمهم الله في الرواية الأخرى: تقبل، إذا تاب توبة نصوحة الله يقبل التوبة. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل رحمه الله كما يقتل الساحر المسلم، وقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله: لا يقتل، يعني لقصة لبيد بن عصم، واختلفوا في المسلمة الساحرة، فعند أبي حنيفة رحمه الله: لا تقتل ولكن تحبس. وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل، يعني تقتل، والله أعلم. وقال أبو بكر الخلال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر المروزي قال: قرأ علي، قال: قرأ على أبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، عمر بن هارون: حدثنا يونس عن الزهري قال: يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي رحمه الله عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمي، أي اليهودي الذي دفع الجزية، إذا سحر يقتل إن قتل سحره. وحكى ابن خويز من داد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر، إحداهما أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل، والثانية أنه يقتل وإن أسلم. وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرًا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لكن قال مالك رحمه الله: إذا ظهر عليه لم تقبل توبته، لأنه كالزنديق أي المنافق، فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه ولم نقتله، فإن قتل سحره قتل. قال الشافعي رحمه الله: فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ، تجب عليه الدية، السحر كفر فنعوذ بالله منه. مسألة: وهل يسأل الساحر حل سحره؟ يعني هل يطلب من الساحر أن يفك السحر؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخاري رحمه الله. وقال عامر الشعبي رحمه الله: لا بأس بالنشرة، وكره ذلك الحسن البصري رحمه الله. وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل لا تنشرت، أي أزلت السحر؟ فقال: أما الله فقد شفاني، وخشيت أن أفتح على الناس شرا. وحكى القرطبي رحمه الله عن وهب أنه قال: يؤخذ
7 ورقات من سدر، هذا علاج المسحور، يؤخذ 7 ورقات من سدر، شجر السدر المعروف الذي ثمره النبق، يؤخذ 7 ورقات من سدر فتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي، ويشرب منها المسحور 3 حسوات ثم يغتسل بباقيه، فإنه يذهب ما به، وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته، الذي ما يقدر يجامع امرأته سحر فيعالج بهذا العلاج فيشفيه الله. قلت: أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في إذهاب ذلك، وهما المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وفي الحديث: لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما. وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان، فإنها مطردة للشيطان. وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة، يخلق الله عنده ما يشاء، يعني بإذن الله، ابتلاءً واختبارًا، خلافًا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفرايني من الشافعية، حيث قالوا إنه تمييهٌ وتخييل. وقال: ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة والشعوذ البريد لخفة سيره. قال ابن فارس: هذه الكلمة من كلام أهل البادية. قال القرطبي رحمه الله: ومنه ما يكون كلامًا يُحفَظ ورقى من أسماء الله تعالى، وقد يكون من عهود الشياطين، أعوذ بالله، ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. قال: وقوله عليه السلام: إن من البيان لسحرا، يحتمل أن يكون مدحًا، إذا كان البيان لبيان الحق فيكون ممدوح، يحتمل أن يكون مدحًا إذا كان في بيان الحق كما تقوله طائفة، ويحتمل أن يكون ذمًا إذا كان لبيان الباطل والدعوة إلى الباطل، ويحتمل أن يكون ذمًا للبلاغة. قال: وهذا الأصح. قال: لأنها تصوب الباطل حين يوهم السامع أنه حق، كما قال: فلعل بعضكم أن يكون ألحن، أي أفصح لحجته من بعض، فاقتضى له الحديث. على كل، السحر كفر، ولا يحل للمسلم أن يأتي الساحر أو يصدق الساحر، والسحر من عمل الشيطان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فعلى المسلم أن يقرأ المعوذتين وآية الكرسي، الله يحفظه، الله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم. لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار
في مقالاتهم وفي أفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص، عليهم لعائن الله. فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا، أن اسمع كلامنا، يقولون راعنا، يورون بالرعون وهي سب، يقولون راعنا ولكن يريدون بها الرعونة وهي كلمة سب، كما قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا أن يقولوا السلام عليكم، ما يقولون السلام بل يقولون السام، والسام هو الموت. ولهذا أمرنا أن نرد عليهم ب وعليكم، نقول وعليكم، لا نقول وعليكم السلام، نقول وعليكم، وأنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلاً، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أي بالجهاد في سبيل الله، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار في أفعالهم وأقوالهم وملابسهم. وروى أبو داود رحمه الله عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر هاشم بن القاسم به: من تشبه بقوم فهو منهم. ففيه الدلالة على النهي الشديد والتهديد الوعيد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقرر عليها. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا مسعر عن معن وعون أو أحدهما أن رجلاً أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يعهد إلي، فقال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، أي اصغي واستمع تماماً، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا استمع، فهو إما خير يأمر به وإما شر ينهى عنه. وقال الأعمش عن خيثمة رحمهم الله قال: ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا، فإنه في التوراة يا أيها المساكين. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: راعنا، أي رعنا سمعك. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، قال: كانوا يقولون للنبي
صلى الله عليه وسلم: أرأنا سمك وإنما رائنا كقولك عاطنا. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله وروى أبو العالي وروي وروى أبي العالية وأبي مالك والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة نحو ذلك. وقال مجاهد رحمه الله: لا تقول راعنا، لا تقول خلافا. وفي رواية: لا تقول اسمع منا ونسمع منك. وقال عطاء رحمه الله: لا تقول راعنا، كانت لغة يقولها الأنصار فنهى الله عنها. وقال الحسن رحمه الله: لا تقول راعنا، قال: الراعن من القول السخري منه، يعني السخرية. ونهاهم الله أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روي عن ابن جريج أنه قال مثله. فقال أبو صخر: لا تقول راعنا، وقول انظرنا واسمعوا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فيقول: أرعنا سمعك. فأعظم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقال ذلك له: لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا. وقال السدي رحمه الله: كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زيد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيه فكلمه، قال: أرعني سمعك واسمع غير مسمع. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت تفخم، أي تعظم بهذا، فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع غير صاغر، وهي كالتي في سورة النساء: فتقدم الله إلى المؤمنين أن لا يقولوا راعنا. وكذا قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم بنحو من هذا. قال ابن جرير رحمه الله: قال ابن جرير رحمه الله: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم. نظير، أي مثل الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقول للعنب الكرم، لا تقول للعنب الكرم. كانوا يعني يسمون العنب كرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول للعنب الكرم، ولكن قولوا الحبلة، يعني العنب. ولا تقولوا عبدي، ولكن قولوا فتايا. إذا كان عندك مملوك لا تقول هذا عبدي، العبيد عبيد الله، ولكن قولوا فتايا، هذا فتايا، وما أشبه ذلك. وقوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من الكتاب، من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم. وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال ابن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما ننسخ من آية
ما نبدل من آية، ما ننسخ أي نبدل. وقال ابن جريج رحمه الله عن مجاهد رحمه الله: ما ننسخ من آية أي ما نمحو من آية. وقال ابن أبي نجيح رحمه الله عن مجاهد رحمه الله: ما ننسخ من آية، قال: نثبت خطها ونبدل حكمها. حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثل